الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. كالمعتاد البداية ستكون مع سفيان ومجموعة من العناوين. مرحبا سفيان. مرحبا أزل، ومساء الخير بكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما تعودتوا البداية حتكون مع العناوين. عنواننا الأول: ألفاظ مدرس نابية تثير غضب العراقيين. واعتقد كلكم شفتوا على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حنسلط الضوء اكثر حتى نفتهم ملابسات هذا الحدث، اكيد حتى نعرف شنو الاجراءات الوزاره اللي اخذتها، شو راي اكيد الشارع والمجتمع واللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو خبرنا الاول وعنواننا الاول. عنواننا الثاني: بكاء في بابل بعد تدمير مساحات خضراء. واعتقد نحتاج مزيد مثل هؤلاء الناس اللي فعلا هم يطالبون الحكومه ويضغطون على الجهات المعنية بهذا الموضوع لزرع المزيد من المساحات الخضراء التي أصبحت مهمة جدا في الوقت الحالي. عنواننا الثالث: بعد 30 سنة إكساء شارع في بغداد، والحجي يصلي الحمد لله بأنه الشارع وأخيرا اتبلط. هذه عناوين، أما التفاصيل بعد الفاصل. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير سفيان. الله بالخير أزل. سفيان، أول ما جاء يعني أول قبل ما نبدأ بشوية قال لي إحنا متفقين هذا الموسم لازم نبث الطاقة الإيجابية. متفقين عادي، نبث الطاقة. نحاول نبث الطاقة الإيجابية، ليش لا؟ نحاول نبثها. مع أول حلقة إحنا مستحيل راح ننسى العنوان الأول: وباء يهدد العراق. فهي واضح التفاؤل. لا بس إن شاء الله يعني ها إحنا نقول هالموسم إن شاء الله حيكون استجابات هواية، هذا يكون إيجابي إن شاء الله. الحكومة. يعني هي هم صحيح. بس لا موازنة ولا حكومة، بس على العموم نبقى إنه اليأس هو موت والأمل هو الحياة، فإحنا نبقى نتشبث بالأمل، نتشبث بالإيجابية، ونقول إنه اللي علينا نسويه بالقول والفعل، وإن شاء الله القادم أفضل، نتمنى ذلك. الموضوع الأول حقيقة يعني يعني أنا شخصيا أتمنى إنه يعني إنه ما صاير حتى ما نحكي به. إيش قد أحاول إنه أبتعد عن قضايا التعليم اللي من زمان إحنا حاشين بيها، لأن أعرف تثير حساسية البعض، لكن هذا هو واقع حال. ما رد نحكي بمثالية، لكن واقع الحال يقول إنه لازم نحكي ببعض الأمور، بعض المبادئ بالحياة. وإحنا بأهل المدينة دائما نقول إنه إحنا علينا إنه نوعي المجتمع، علينا إنه نرجع بعض الأسس الخاطئة اللي نشرتها بعض العائلات، نشرتها بعض المدارس، نشرتها بعض أو القليل، خلي حتى الناس يعني نقلل الحساسية، نشرتها بعض قنوات الإعلام أيضا مشتركة، نشرها وانتشرت بالشارع وصارت عادي. عندنا هواي أشياء كانت خط أحمر وعيب، والمجتمع ينبذها ويستحي منها، هسه صارت عادية، وللأسف نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي عادي، نشوف أنه الأب يشوفها ويشوفونها الأبناء عادي. وإحنا نحكي دائما في أهل المدينة أنه هناك مبادئ يجب أن تكون راسخة، ومبادئ حقيقية لا يمكن أن الواحد يجتازها مهما كانت، مهما هذا التطور اللي تسموه هذا متطور، لا يمكن أن يعتبر أو يصنف هو ضمن التطور. موضوع اللي نحكي به اليوم مهم جدا، وهو ضمن التربية والتعليم والوعي وأسس المبادئ مثل ما قلت. يمكن الكل يتفق وللأسف أنه إذا واحد يريد يدافع عن مثل هكذا أمر فهذا أكو خلل بالمجتمع، أو نسجله خلل مخيف بالمجتمع، أنه واحد من يغلط يقول يجب أن يقول أنا غلطت وأنا آسف وأعتذر مهما كانت. ما أنطي مبررات للخطأ، إذا أنطي مبررات وما اقتنعت، أو يعني المبرر يكون أكبر من الفعل، ذيك الساعة إحنا نقول إن المجتمع يقول إيه وأتقبل هذه المبررات، ذيك الساعة واحد راح يقول إنه هذه الغلط والمبررات كارثة كبيرة. اللي راح نحكي به يمكن بالعنوان كان واضح، بعض المقاطع شوفوا هو سبحان الله موقف صار ومن خلاله كشفنا بعض الأشياء الأخرى. شايفين كل واحد أكو ناس عندها مقاطع فيديو هي ضمتها أو خازنتها أو محتفظة بيها وما حاطة في بالها أنه هذا خطأ أو ممكن هو مثير للجدل.
موقف يصير يخلي الواحد آخر بعدين يقول يعني أنتوا هذا اللي استفزكم، ما أكو أكبر من عنده، أكو أفضل من، أو ممكن يتم نشره حتى يحصلون على اللايكات، وإذا بينا من نجمعها نشوف أنه هناك كارثة تفتح لنا مو باب واحد، أبواب أنه هناك مشكلة في مكان ما لازم أنه إحنا نتوقف عندها ونحلها، وتكشف لنا أنه هناك مشاكل كثيرة. مقاطع الفيديو اللي انتشرت لعدد من المدرسين، وما راح نحكي عن مدرس واحد، لعدد من المدرسين حقيقة، وممكن أنه القادم راح يكون أكثر صادم، يجعلنا إحنا نقول إلى وزارة التربية، إلى الآباء والأمهات، إلى أولياء الأمور، إلى إدارات المدارس، إلى إدارات المدارس الأهلية والحكومية، أنه أكو خلل معين في المنظومة التعليمية، ويمكن توافقني الرأي بهذا الموضوع سفيان. فعلا لا أكيد، احنا أكثر مرة تحدثنا بموضوع التربية والتعليم، وأنا ما أقول مثل الوزارة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، لا المجتمع بشكل عام، كيفية إدارة الدولة من 2003 لليوم تغيرت هواي أشياء، إضافة حتى المجتمع نفسه تغير، الانفتاح على العالم، والعالم مو مثلنا، احنا ممكن عندنا أشياء صح وأشياء غلط، للعالم الباقي لما نتفرج السوشيال ميديا هي أشياء مختلفة. اعتقد يمكن الشيء اللي لفت انتباهي بهذا الموضوع بانه اليوم لما انت تتلفظ بهذه الالفاظ داخل الحرم هذا التدريسي، خلينا نقول اكيد هذا الموضوع احنا ما حنغطي نفسنا بالاصبع، يعني شلون نسد عين الشمس باصبعنا، لا اكيد، لانه الكل يطلع بالشارع وده يعرف هذا الموضوع، فبالتالي انه ده نشوف ردات فعل، ده نشوف بانه الناس هاي الالفاظ النابيه موجوده بال حتى الدوائر الحكوميه، بالكيات، بالتكاسي، بالشارع، بالكليات، بالجامعات، الاصدقاء، الزملاء، تصير حتى الموظفين بيناتهم، بس ما توصل بانه انت علاقتك احترافيه مع هؤلاء المجموعه من الناس اللي تدرسهم اللي تدرسوهم، مثلا احنا نحكي هنا عن مجموعه من المدرسين، فلما تدرسهم انت عندك واجب لتعليمهم، هذه الاشياء الشخصيه وارائك لتربيتهم سفيان، لتربيتهم مو تعليمهم بين الزملاء، وما اعرف هذا انا هم هو ليش عندي تحفظ عليها، لا لانه بس صراحه بس هو الموضوع هنا انت رغم انه هي موجوده، رغم انها موجوده حتى بين بنات وولد، وهذا ايضا يشكل خطر، وهذا ايضا نتوقف عنده، لكن انا احكي عن تربيه وتعليم، لذلك احنا ما نحكي عن يعني عن هذا الموضوع، احنا هذا الموضوع ممكن حتى لو كان المبرر ممكن اكو ناس تعبره وتقول لك طبيعي، لكن احنا فتحنا الباب انه فت قضيه فايتتنا، انه انا اودي ابني وبنتي الى المدرسه حتى يتربى، واذا هو ما سمع بعض الكلمات واذا به هو يحفظها من مدرسه او من مدرسته، انه هو ما متعنف، انه هو ما سامع غلط وسب وفشار، واذا به هو يسمعها من المدرس اذا اللي هو المفروض القدوه مالته اللي هو يعلمه ويدرسه. حتى نسجل احنا بس نقطه على وزاره التربيه، انه هي شكلت لجنه بالضبط تحقيقيه بالموضوع مباشره بعض بعد اللغط اللي صار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخباريه، وقامت ب عزل هذا المدرس المسيء، لكن هو انا ما اقول لكم عفوا من المدرس، هذا الموضوع فتح لنا الباب على بقيه على وزاره التربيه بانه تدقق، بان تلاحظ، بان تراقب، بان تحاسب، بان تضع قانون لكل من يعبر الخطوط الحمراء، واحنا نريد تربيه وتعليم بحيث الطالب من يروح انا ابني من يروح انا مأمنه هو رايح في مكان امين. ولهذا احنا ويانا اتصال مع السيد حيدر فاروق المتحدث باسم وزاره التربيه للحديث اكثر عن هذا الموضوع، حتى يقول لنا شنو وزاره التربيه حاليا اجراءاتها، شكلت لجنه اضافه للمعاقبه وسحب صفه التربويه من هذا الشخص المدرس، بس شنو هي الوزاره اليوم ما هي اجراءاتها؟ شنو اول شيء تصريحكم عن هذا الموضوع، وما هي اجراءاتها المستقبليه بما انه هذا الفيديو انكشف هذه الحالة موجودة في بعض الأماكن التربوية؟ أهلا وسهلا بك ويانا سيد حيدر. أول يعني بقية في حياتك بقية ونشكرك حياتك. إحنا الشكر الجزيل رغم ظرفك الصعب جدا ووفاة والدتك، يعني الصبر والسلوان إلك، لكن أنت نتيجة شعورك بالمسؤولية والشعور الوطني أنت يعني جبرت نفسك على أنه تكون ويانا باتصال، نعتذر جدا إلك، ولكن شو نسوي لأنه الموضوع جدا خطير ومهم وحساس بنفس الوقت. أستاذ حيدر تسمعنا؟ يمكن ما سمعتنا، أهلا بك في أهل المدينة، ومرة أخرى نكرر عزائنا، البقية في حياتك والصبر والسلوان إلك، ونشكرك الشكر الجزيل حقيقة، يعني إحنا خجلين أمامك لأن والدتك متوفية وأنت في عزاء، لكن لشعورك الوطني وحسك وانتمائك لهذا الوطن، ولأن الموضوع حساس جدا ولا يمكن تأجيله، أنت اليوم ويانا باتصال، فأنا أكرر يعني نيابة عن أسرة أهل المدينة التعازي،
والأسف والاعتذار، لأنه أنت اليوم يعني إحنا صعب أن تكون في عزاء وتطلع على الجو، نعتذر مرة أخرى لكن لحساسية الموقف والخبر. شكرا، شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لكل كادر أهل المدينة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى التوفيق والصحة والسلامة لجميع الشعب العراقي إن شاء الله، ونتمنى لهم السلام في العالم أجمع. شكرا جزيلا لكم. سيد حيدر، أنا سألت قبل بس إذا تسمعنا، سألت عن أنه أكيد شفت الفيديو واللغط، والوزارة قررت اتخذت مجموعة من الإجراءات، لو تحدثنا أول شيء موقف الوزارة باختصار، وما هي إجراءات الوزارة المستقبلية بما أنه إحنا اليوم شفنا هذا الفيديو موجود، شفنا بأن هناك أماكن يجب أن تكون مخصصة للتدريس فقط، لا هي بتكون بها بعض العبارات اللي استفزت العراقيين بشكل عام، ما هي شنو خطوات الوزارة المستقبلية؟ اليوم حينما نتحدث عن مسؤولية، هي أولا قبل أن تكون مسؤولية وزارة التربية هي مسؤولية مجتمع، يجب على الجميع أن لا يقبل بأي إساءة أو بأي تصرف اتجاه هذا المجتمع واتجاه هذه الأجيال. وزارة التربية هي شريكة مع المجتمع، شريكة مع وسائل الإعلام، شريكة مع كثير من المؤسسات من أجل حماية هذا المجتمع. مثل ما اليوم أنه الإعلام لديه مسؤوليات ولديه وظائف، منها التوعية، التثقيف، التعليم، كل هذه الأمور هي تصب في مصلحة المجتمع العراقي. لذلك اليوم حينما شوهدت هذه الفيديوهات ووصلت إلى وزارة التربية، تم تشكيل لجنة تحقيقية. وزارة التربية لا تتخذ أي إجراء بشكل مباشر، إنما تشكلت هناك لجنة تحقيقية. هذه اللجنة التحقيقية تقصت عن الحقائق اللي موجودة في هذه الفيديوهات وهذه المعاهد. لذلك هناك توصيات إن شاء الله يوم غد أو خلال هذا الأسبوع ستكون هذه التوصيات هي صارمة بما يخص لكل شخص يتجاوز على مصلحة مجتمع أو ثقافة مجتمع أو تقاليد مجتمع أو أخلاقيات مجتمع. لا نرضى بهذا بتاتا، إنما أيضا ستحدد مواعيد لهذه المعاهد المرخصة، وليست المعاهد غير المخصصة، عفوا غير المرخصة، ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يتجاوز القانون، كل من يتجاوز على مثل ما ذكرت قبل قليل أخلاقيات وتعامل وعادات وتقاليد المجتمع العراقي. تمام سيد حيدر، يعني احنا مو ضد انه يصير هناك توديع واستقبال، لكن ما اعرف تتفق وياي، تتفق الوزارة وياي، ما شاهدناه كان هناك مبالغة بالموضوع. يعني هذا الموضوع ايضا، شلون موضوع، نرجع لموضوع السفرات المدرسية اللي هي حق، لكن للأسف بالنصف الثاني انحرموا بعض الكثير من المدارس، إذا مو كل المدارس انحرمت من السفرات بسبب مجموعة خرجت عن أيضا التقاليد والمبادئ والأخلاق للأسف في سفرة من السفرات، لكن انحرموا. هل من الممكن أنه أيضا اتخاذ مثل هكذا أمور؟ يعني إحنا مو ضد أنه الناس تسوي حفلات لكن أكون مبالغة بالموضوع، وكل شيء يكون مبالغ به ينحط عليه علامة استفهام. اللي لاحظنا وللأسف يتم تصويره وبثه، وتعرف تدخل يعني هذا الموضوع، احنا ايضا الموضوع بتقاليد وعشائر وبنات واولاد وكلام وطريقه كانت يعني هي مستفزه لاغلب العراقيين اللي ما شايفين يعني ما ترهم انه احنا نستسيغها، فلذلك كانت علامه استفهام. هل هناك بالضبط ايضا بالضبط سيدتي العزيزه ما تحدثت عنه اليوم، ما لا اقبله على نفسي يجب ان لا اقبله على غيري. بالضبط، يعني احنا نتحدث دائما انه انا شلون اقبل شيء على نفسي او ما اقبل شيء على نفسي واقبل على الغير. هذا الموضوع ليش انا اقول لك انه الكل شريك بهذه الاليه، والكل شريك في تثقيف وتربيه مجتمع. احنا نقول قبل ممكن انه الجار يربي والصديق يربي والكل شريك بهذه التربيه الاخلاقيه. اليوم ايضا نحتاج في ظل هذا الوقت الى تربيه اضافيه اللي هي التربيه الاعلاميه. اليوم بدأت ممكن الأخلاق نراها أو التصرفات نراها عبر شبكات التواصل، ونراها ممكن عبر كثير من الأمور. لذلك اليوم أيضا التربية الإعلامية هي واجبة أن تكون هناك من قبل وسائل الإعلام، من قبل المؤسسات التربوية، المؤسسات التعليمية. كيف أنقل هذه الصورة إلى كل المعنيين على اليوم حتى السفرة المدرسية؟ من تكون هناك مشرفين على نعم يعني أضحك، ممكن تغني، ممكن تأخذ راحتك، لكن في حدود اللياقة والأدب التي لا تؤثر على
طيب مستوى إذن مجتمع ولا تؤثر على سلوك مجتمع. نعم احنا ما رد ناخذ من وقتك استاذ حيدر لنعرف انت وضعك خاص، بشكل عام احنا تعرف انه ملتهين راح تبدي يوم السبت امتحانات اخر السنه لكثير من الصفوف، بعد ايام تبدي الامتحانات الوزاريه، ممكن حاليا الوزاره مشغوله بالامتحانات، لكن انا متاكده انه راح تكون هناك اجتماعات مكثفه للبدء بعام دراسي جديد السنه الجايه، بعيده عن مثل هكذا امور، ممكن حاليا ما كانت هي على الاضواء، حاليا عرفت انه هناك بعض الثغرات في عدد من دورات التقويه، في عدد من المدارس ممكن الاهليه، في عدد من المدارس ممكن تصير قليله في المدارس الحكوميه، لكن حتى نكون منصفين في المدارس الاهليه وبعض الدورات يعني تصير مثل هكذا خروقات، انا متاكده راح يكون هناك مجموعه من القرارات الصارمه، راح يكون هناك مراقبه خاصه، راح يكون هناك متابعه، والكل مسؤول، الاهالي مسؤولين، الطلبه مسؤولين، وايضا وزاره التربيه او دوائر التربيه. احنا نشكرك، لكن راح نبقى احنا متواصلين بهذا الموضوع، راح نحكي به ايضا، يعني احنا طالما حكينا في اهل المدينه عن هذا الموضوع، طالما نقول انه احنا هي اسمها تربيه قبل التعليم، اذا انا ربي لي ابني او انا مسؤول انه اكمل تعليمه، لكن تربيته هو اهم. نشكرك سيد حيدر فاروق المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه، ونرجع ونقول احنا ما قصدنا، وحتى احنا اكبر دليل في اهل المدينه اليوم رغم انه المقاطع قد نشرت بوجوه المعلمين والمدرسين، لكن احنا اخفيناها احتراما ايضا للخصوصيه، لكن نحكي بمجمل انه هناك، وهذا الموضوع مو بس يخص التربيه والتعليم مثل ما حكينا بالبدايه، يخص حتى الدوائر، حتى الشوارع، حتى بالكي، هناك اخلاقيات فقدناها من يمتى كنا نصعد احنا بالكي، يصير هدوء المفروض، احنا هسه نسمع كل قصص العالم بتصعد بالسياره، الناس بدت ما تهتم، تشرب جقاير حتى قعدتها، حتى نزل، يعني كل الامور احنا للاسف في مجتمعنا، وما اقول الكل، لكن للاسف صارت هناك ظواهر غريبه دخيله على المجتمع ما كانت تشبهنا ولا كانت تنتمي لنا. ان شاء الله احنا نبقى متابعين هذا الموضوع، واكيد احنا عندنا تواصل بهذه القضيه، ارجع واقول لحساسيتها واهميتها. طيب احنا حتى نسلط الضوء على اكثر من جانب لهذه القضيه، حيكون ويانا الخبير التربوي سيد حيدر البياتي. مساء الخير سيد حيدر، واهلا وسهلا بك ببرنامج اهل المدينه. خلي ابدي وياك بسؤال، الاساءه الى قدسيه التعليم دا نشوفها تزايدت بالفتره الاخيره، برايك شنو اللي دا يصير؟ ما هي اسباب ازديادها؟ مساء الخير عليك استاذ سفيان وعلى ست ازل وعلى جميع المشاهدي الشرقيه وعلى برنامجكم المحترم. الاساءات كل ما بدنا نمشي سنه اضافيه ده يزيد، مثلا قال الاستاذ حيدر المتحدث باسم وزاره التربيه انه هنالك التواصل الاجتماعي والاختلاط، الاختلاط صار اكبر من قبل، يعني قبل كنا احنا نشوف، ممكن انه اشوف اصدقائي في المدرسه وجيراننا، هسه انا اشوف العالم كله بالموبايل. صح. عن طريق الاختلاط، تعرف هنالك الاختلاط هذا به ثقافات مختلفه، انا مو اشوف بس دولتي، انا اشوف دول العالم ايضا واشوف ثقافات، فبعض الثقافات تكون مكتسبه، للاسف بدنا نكتسب الثقافات اللي هي تعارض يعني شلون اخلاقياتنا ومجتمعنا، تعارض مثلا سلوكياتنا احنا بالمجتمع، وهذا ايضا خطا جدا كبير، ليس فقط من الكبار انما حتى من الصغار، ايضا حتى من الطلاب والتلاميذ. بهذا السبب بنشوف انه سبب الاختلاط والسبب انه العالم صار صغير تحت ايدك، بامكانك انه تختلط بثقافات ثانيه، فيحب الانسان يقلد الثقافات الاخرى، وهذا خطا، لان احنا مجتمعنا يختلف عن المجتمع الغربي والمجتمع الاسيوي والمجتمع الافريقي، كل مجتمع له خصوصياته، وكل مجتمع له اخلاقياته، وكل مجتمع له شلون نقول اهدافه. نعم فعلا. طيب هنا استاذ، اذا نحكي عن موضوع معاهد التدريس الخصوصي وغيرها من هذه الدورات، شنو الاجراءات اللي لازم يسووها حتى يفتحون هذا المعهد اذا عندك معلومه، وما هي الاساسات اللي المفروض تبنى عليها افتتاح هذه المعاهد الخاصه لتدريس الطلبه؟ هناك نقاط يعني اساسيه تطلبها وزاره من افتتاح اي معهد، بس للاسف هناك بعض المعاهد هي معاهد غير مرخصه، يعني غير مرخصه، معاهد تفتح بدون ترخيص وزاره التربيه، هذه المعاهد يجب ان تراقب، هناك قوانين تراقب. بالمناسبه انا سمعت تقريركم على المدرس او هذه القوانين والانظمه واضحه وصريحه،
في عملية معاقبة أو عملية إدارة المدرس نفسه. يعني المدرس نفسه احنا عندنا أنظمة وقوانين نحتكم إلها. أنا من أحيل تحقيق من الناس إلى على قضية. يعني عندي قوانين تحكمه لأنه هو سوى خرق. بس شنو اللي عطل اللي ذي يصير؟ عفواً أنا من ابني يسمع هاي الكلمات النابية ما أروح أبلغ التربية وزارة التربية، ما أروح أبلغ وزارة التربية في سبيل شنو؟ في سبيل تتخذ الإجراءات اللازمة وتتخذ اللوائح والقوانين اللازمة للحد من هذه الظاهرة. في هاي الظاهرة، الظاهرة هي تقول يعني هي مو ظاهرة واسعة. احنا عندنا المدرسين والمعلمين، عندنا ناس أكفاء، ناس أجلاء، ناس ذو قيم وأخلاق عليا. سيد حيدر، الموضوع ما يخص فقط معلمين ومدرسين، اسمح لي، يخص أولياء أمور ويخص الطلاب أيضا. احنا أيضا كنا طلبة، يعني احنا ما سوينا مثل ما قاعد يسوون الطلاب حاليا. خلينا نكون احنا، يعني هو للأسف هناك نسف للقيم الأخلاقية في مجتمعنا ويعاني من عدها الكثير. فإحنا ما جاي نحكي فقط حتى لا المدرسين والمعلمين، إحنا أيضا عندنا دائما تكون هناك مشاكل بسوء فهم لبعض المدرسين، يأخذون يعني يتحسسون من القضية. القضية أيضا تمس أولياء أمور. لا يمكن أستاذ حيدر إنه أهاليهم ما شافوا مقاطع الفيديو. صراحة أنا لو أشوف مقطع منها، لو أنا عندي بنية وشوف مقطع الفيديو اللي انتشر، أنا تتحاسب البنت حساب عسير، هنا أنا تتعاقب. لأنه ما لا يمكن أنه أنا أربي بنتي على أنها تفتشي وعلى أنها تنهار وعلى أنها ترقص وعلى اسمح لي. يعني أنا حتى انتقدت قبل فترة موضوع حفلات التخرج، هناك مبالغة. أيضا نفرح أنت بعراسك بحفلاتك تفرح، لكن المبالغة بالموضوع تخلي أكو علامة استفهام أنه شو قاعد يصير. مو هذه قيمنا وأخلاقنا، هناك قيم راسخة، هناك خطوط حمراء إحنا للأسف اجتازيناها وبمشاركة الأهل. فإحنا مو بس معلمين ومدرسين، الكل مشترك، كلنا مسؤول والكل غلطان في هذا الموضوع. العائلة سبقاً، الطالب نفسه اللي هو ليش ما عنده الأساسيات الأولية بالمبادئ والأخلاق. سبقاً علقت أنه قلت لك أنه الكرة الأرضية صارت بين يدي أطفالنا، بين يدي حتى آبان، حتى الكل. هذا مو مبرر أستاذ حيدر، أنا يعني اسمح لي، هذا مو تبرير. لا لا لا، لأنه لا يمكن أنه ما في اليوم شاهدت أنه في مدرسة قاعد يرقصون طلاب من أي دولة. بس توصلش الفكرة ستأذن. نعم ستأذن، بس توصلش الفكرة. بالنسبة إذا إحنا دا نحكي، أنتوا دا تحكون الساعة التربية، والتالي أنتوا دا تحكون الساعة على ظاهرة ظهرت بوزارة التربية صح؟ إحنا سخن نأخذ من وزارة التربية عدا قوانين وأنظمة ولوائح يحتكم إليها الجميع موجودة. لكن هذه لولا هذا الفيديو ما كان وصلت لكم هذه الحالة. لكن أكو حالات أخرى موجودة طبعا. يجب على أولياء الأمور تقديم شكوى إذا لاحظوها. المن يقدمون شكوى إلى التربية نفسها. في كل عندنا تربيات يقدر يشتكي. طيب أنا أشكرك أستاذ حيدر البياتي الخبير التربوي. خليني أقول لك، ممكن أكون ناس عندها الموضوع طبيعي، يعني ممكن هذا المقطع الفيديو هي شايفته مع أبنائها، وممكن انه احد الابناء مري الى ابوه ضاحك بالموضوع. انا اجزم انه هناك من ضاحك، وممكن هناك مقاطع الفيديو انه شوفوا ماما انا ودعت اليوم المدرسه، ممكن الام قاعده تبكي وياها. صراحه حتى اقول لك اياها، بعض اولياء الامور هم يراد لهم اعاده تاهيل، اعاده الاساسيات فاقدينها، ولا ما وصلنا هالشكل. صدق اللي طالع من بالاول ابتدائي هو عنده اساسيات الاخلاق، احنا كنا هالشكل. ليش هسه تغيرت؟ لانه الاهالي هم يفتقدوها بشكل عام. هذا الموضوع فتح لنا أبواب أن هناك مشكلة خطيرة في المجتمع العراقي، مو كله، لكن مو زين هو يعم على الزين، والزين معتكف لأنه جاي يشوف نفسه نشاز. المو زين هو يحس بالفخر ويشعر أنه هو في مقد، ويشعر أنه هذا هو التطور وهي الثقافة. لذلك هذا الموضوع يمكن هسه حاليا انغلقه، لكن صدقوني إحنا ما صدقنا أنه فتح موضوع ما يخص فقط التربية والتعليم، يخص الأخلاقيات العامة والأساسيات العامة في المجتمع العراقي خاصة. لأن إحنا إن ميزة خاصة كعراقيين، عندنا مبادئنا المفروض أنه نحافظ عليها ونتمسك بيها وننميها، مو أنه إحنا للأسف نطمسها وندوس عليها ونقول والله بحجة الحرية والثقافة والتطور. إن شاء الله من ضمن المبادئ اللي رجحها، من ضمن المبادئ اللي لازم المجتمع يتذكرها، التشجير وعودة والاهتمام بالطبيعة واحترام الطبيعة وتقدير الطبيعة واحترام النظافة واحترام الجو النظيف. يعني هي مجموعة من الأشياء صراحة. أنا أعتقد إذا احنا انتبهنا لهذا الموضوع، وطلابنا وأبنائنا وإحنا الشباب لما نقعد
نقعد نمشي بالشارع، الشارع نشوفه كله خضار ونظيف، أكيد حتى أخلاقنا وسلوكياتنا حتتغير. فبالتالي يعني هذا الموضوع الثاني اللي حناخذه لهذا اليوم عن البيئة، اللي قلنا لكم أعتقد هذا الموسم حيضمن كثيرة من المواضيع اللي تهتم بالبيئة بعد الكوارث الجوية اللي نلاحظها بسبب الأتربة وغيرها. أهالي بابل جدا كانوا مستائين من موضوع تأجيل أو إلغاء مشروع الحزام الأخضر اللي يحيط بمحافظتهم مدينتهم، وده يقولون بأنه هذا الحزام الأخضر إحنا محتاجيه حاليا، وليس شيء يعني عمود بس نكحل عيوننا به، لا إحنا نحتاجه. العواصف الرملية والترابية أصبحت لا تطاق في المدينة والمحافظة. خلينا نشوف بهذا الفيديو شنو المواطنين قالوا عن هذا الموضوع ونرجع بعدها. هاي حالة البابل، شوف عينك أنت، هذا لو حزام الأخضر صاير كان صار بينا هذا المسار؟ ليش هالصحر هذا؟ ليش؟ يعني من دون البلدان، يعني شجرات قحط شجرات يصيرن بالعراق على هاي الصحراء الغربية، ليش؟ شنو ذنب من هاي؟ هاي الناس مأجرة ملايين محلات، كل المدينة اليوم أشباح كفيلة كله. يعني أنا صاحب محل، شنو ذنبي؟ شنو ذنبي؟ ماكو مدينة تصفر، سبب الحزام الأخضر، سبب هذا الحزام، قحط لنا شجرات، قحط لنا شجرات، صفصاف عمي صفصاف، شنو قيمة الصفصاف؟ كانت محافظة بابل المحافظة الوحيدة اللي هي أثمار بها، نخل بها، شجر بها، سوق عامر. هسه تعال باع للسوق وش ماكو؟ فارق معزل معزل. هسه حتى أشغال العالم راحت، وقفت كلها، وقفت أشغال العالم كلها وقفت، الله شاهد. مدينة مهجورة، أولا التصحر وهذا الرمل الأحمر والناس مرضى وأبو الربو، هسه تلقى المستشفيات متروسة. يعني ليش احنا، ليش اموالنا تروح هدر؟ من هب ودب ياخذ هالاموال هاي؟ ليش مو هاي الصحراء اقدر اسويها بهاي الاشجار الصحراويه اللي ما تحتاج حتى مي؟ طيب هذا اللي شفناه، اعتقد المواطنين قالوا اللي بنفسهم واللي بقلبهم وحكوا عنا كعراقيين بشكل عام. ان شاء الله سواء حكومه بابل المحليه او اي مكان او اي جهه ايا يكن الجهه المسؤوله عن هذا الموضوع تتحرك لتنفيذ ولو القليل تجاه هاي الطبيعه والبيئه، وخلصونا من هالعواصف الرملية اللي صارت. يعني من بدت قبل من رمضان لحد الآن كم عاصفة مرت على بغداد؟ 14 15. لا من العيد، من العيد لحد الآن يمكن 3 4. احنا حسبناها من 22 من رمضان 5 6. كنت أكثر طبعا. أوه. أكثر يلا. يمكن البارحة أنا حشيت هاي القضية إنه الناس هسه يلا حست إيش قد صار إن نحكي بموضوع البيئة، لأنها سبينت. يمكن كان الناس تقول جد بطرانين يا بيئة يا أنهار يا زراعة، بس اكو خبراء قاعد يحكون، وهاي البارحه ايضا حكيناها انا ورأفت. انا جت يعني مع موضوع التسجير، رأفت انت فدرائي وهذا صحيح يعني، لكن احنا شو نسوي بعد؟ نبحث عن البديل. لكن قال لي اوكي البديل في الوقت الضائع ما يرهم، احنا عندنا جفاف، شلون راح نزرع؟ يعني احنا ما زرعنا بالوقت اللي بيه مي، احنا نريد نزرع بوقت الجفاف عقب شنو؟ لعد المفروض احنا زارعين، فالزرع حتى هم يتحمل ممكن العطش ويانا. بس انت تبوش ترين الزرعين وانت عندك جفاف، انت ما عندك تشربين مي، تزرعين وتخلين تجيبين نبته تشاركش بالمي وانت اصلا بالاساس ما عندك مي؟ وهذا فعلا حقيقه يعني بقينا محتارين نزرع لو ما نزرع. لا نزرع، بس اكو اساليب السقي اليوم العالم كلش تطور بهذا الموضوع. لا وانت دجله سقي بالتنقيط، يعني نقطه نقطه، يعني تكفين نزرع غابات هذا المي اللي عندنا. تعرف بس احنا ناس فعلا نسويها، تحتاج مليارات الدولارات حتى انت تبدي تاسس ارض حتى تكون هي صالحه للزراعه. زين هاي انت ما قاعد تدعم الفلاح بابسط الاشياء، الحنطه والشعير هو ما يزرعها هي تبقى على قلبه. فهذا الموضوع فعلا شائك. نبقى احنا في الحله، والمقطع حقيقه انا اثارني يعني انه لحد الان اكو ناس اذا تبكي على زرع فهذا معناته الحمد لله اكو خير في هذا البلد. هذه السيده ومجموعه بالضبط هم في المسيب زرعوا، شوفوا من يمهم هاي الناس اللي تحب أرضها اللي تحب قاعها اللي تشعر بالانتماء، الناس الكبار بالعمر اللي بعدها تعرف أنه الزراعة هي مهمة للأجيال القادمة. اجت بعض الجهات المعنية اللي هي على مود أعمال التبليط، جماعة المجاري والتبليط والبلدية، شالت كل هذه المزروعات للأسف وقامت على أساس تيدي تعمر وتبلط، وهي قبل أشهر مبلطة، فراحت أخذت الأخضر واليابس. راح نشوف هناك بكاء لسيدة، وهناك يعني جدل، وهناك علامة استفهام أيضا إنه ليش إحنا زارعين ما معقولة وما يحتاج تبليط. قضية فعلا يعني هل هي الموضوع إنه إحنا نريد نخلي يعني ليه نزارعين؟ إحنا نريد فعلا إنه نجرد هذه الأرض ونخليها من كانت أرض السواد نخليها صحراء؟ هل هناك خطة لتدمير هذا البلد؟
شوف المقطع وليش قاعد يعني انا حتى لو هاي اتجاهلها. كثير من البلدان يشوفون اكو نبته يتجاهلوها، يقول لك هاي اكو مستحيل نقطع هاي الشجره، فيغيرون حتى الخطه. نشوف المقطع اللي وصل، وتحيه لهذه السيده التي تبكي من اجل الزرع اللي زرعوه وتعبوا عليه. نعاني من شارع التجنيد من وراء المجاري، يعني ما مشكله مالها. زين الثانيه شغله قلنا لهم على الموضوع المنهولات الجانبيه، يقول احنا ما لنا علاقه بين حاليا، على اساس يضيفون على التندر، واذا يبقى الموضوع على ما هو هذه الشغله اللي بيها فالموضوع تعبان، يعني ماكو كل نتيجه، هاي ويا الوضع هذا ماكو كل نتيجه، يجي المطر يغرق الشارع. شو ما بيهن وهذا تقريب، وهاي بنفس الشيء هم لا يعرضون الشارع ولا هاي شجرات انا زارعهن كل شالوهن، وهاي شوف راح شوف. والمجاري مالتنا اللي كان مسوي هنا مؤسسين اللي شلون بس هذه هيك هذه والله منها. هاي شوف هاي شبين الرصيف، هاي شبين هاي خسون المجاري، خسون المجاري، وباع المجاري الخيسة بالصيف احنا وتغرق يصعد الرصيف فطبا للبيوت خطية. جورج حجي حلو يما نبي ليه تبكي؟ وابكي على الشجرة اللي من زرعناها. ما راح يسوي لكم مشروع يعني ويقولون نصبها وهاي؟ يسوون لنا مشروع، والله كل شيء ما يسوون. هسه شوفوا حسب الله ونعم الوكيل على كل باطل. حسب الله ونعم الوكيل. لين يجيبونا حريم ما عنده غير بس رحمة الله. هاي على مود الشجرات هيجي؟ ايه شجرات ما صارت خالد. على كيف تجارب فيهن تعبانة عليهن. شارع مينا قطعتوا مجارينا كسرتوا وين؟ منين قلولي قلولي؟ والله انا الغيط تقبل تقبل رحمة لوالديك ابنك من يمك ياخذونه يكتونه؟ انا نداري بيهن مثل ما نداري الطفل وهو جاي للدنيا. تقبل يكتنونه قدامك؟ اذا تقبل روح انت وضميرك. اذا تقبل روح انت وضميرك وليدي. لان هاي الشجره شلون الطفل اللي تو جاي للدنيا احنا نداري بيها ومسويناها الكبر في سبيل نقعد جواها. ليش يابا؟ فقلت من بدايتنا لا تزرعون ولا تسوون ترى هاي النهر اللي نسويه الشوارع. لا ابني ترى حرام هيك يعني، شنو ذنب نحن نداربين من ذاك الاهل الان وهسه تجون تقصون من قدامنا؟ مثل الطفل اللي امه مداريته واخذتها الحكومه منها. الله ونعم الوكيل. لا خلونا مي، لا خلونا مجرى، لا خلونا كل شيء. ليش يا ابا ليش ليش؟ احنا حريم ما عندنا غير بس الله. كل شيء ما خليتونا، ليش يا بيج يعني؟ الله لا يوفقكم. الله يصبركم. الله لا يوفقكم. بس نقول حسب الله ونعم الوكيل على كل باطل وما يخاف من ضربات الله، بس نقول هاي الكلمة، ما نقول كل شيء. هذه السيدة رائعة يعني أنت الدرس على بساطتها. بس انا حكيتها قبل مواسم، الفلاح يعني من يزرع يعتبر انه الارض هاي ابنه والمزروعات بناته، يعني يتعب عليها فعلا. هي حكت هسه بالمختصر المفيد، وهذا مو خيال وانما فعلا كانما هذه المزروعات بناتها وولدها ويربوها ويوميا الصبح يروحون يسقوها ويرتبوها ويقعدون تحت فيها، فهي من تبكي حقها حقها. هذا كل واحد ينتمي إلى هذه الأرض، ناس مجموعة من الناس اتفقوا بيناتهم يزرعون، وإذا بينا إحنا آخر شيء يجون مثل الورد يشيلعوا. هاي أنا متأكدة راح تصير في كثير من المحافظات. شلون إحنا قلنا هناك حملة تشجير وياريت نشجر، لازم تكون هناك أيادي تقوم بتدمير كل ما هو أخضر في هذا البلد للأسف، لأغراض يعني للأسف يعني ما أعرف الله واحد يحكي، بس الناس تعرف شنو 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 المقصد. على العموم هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه، وأتمنى إنه ينفتح تحقيق بالموضوع لأن فعلًا حرامات. شوف الإشارة كبيرة يعني مو صغيرة. يعني بس يروحون يشوفون شنو الموضوع. إحنا حتى نسلط الضوء أكثر، أزل يمكن قلناها بهذا الموسم حنسلط الضوء كثيرًا على موضوع البيئة والتصحر وغيرها من هذه المواضيع اللي بدها تأثر على المواطن بشكل عام، سواء معيشته أو حياته الطبيعية. أوين يكون. فاليوم ويانا ضيف علي الكرخي رئيس جمعية حماة دجلة. أول شيء أهلا وسهلا بك ببرنامج أهل المدينة،
شكرا لك وكل الاشخاص اللي مثلك دي يبادرون مبادرات ل يعني انقاذ، خلينا نقول انقاذ البيئه في العراق. شنو برايك شنو السبل اللي نقدر نسويها حتى نحارب بها هذا التصحر وقله المياه؟ مساء الخير سفيان. مساء الخير ازل. والله انا هم مثلكم كان بودي ان ادخل متفائل مثل ما اردتوا تبدون الحلقه بتفاؤل. ان داريت يمنى ان داريت يسرى حقيقة الواقع البيئي والمائي بالعراق ما يأشر أي ما يعطي أي مؤشر للتفاؤل. الوضع مع الأسف وأنت وإحنا والجميع شاهدين على سوء الوضع وتراكم المشاكل. الحلقة البيئة هي حلقة متصلة كل عناصرها ببعض، الإنسان هو جزء من هاي الحلقة، ولكن إحنا بسلوكياتنا العدائية صارنا سنوات طويلة بالحقيقة عصور يعني نأذي ندمر نسرف بالاستهلاك نقطع بالأشجار، ووصولا إلى ما إحنا عليه اليوم. ده تسأل سفيان عن ما يمكن أن نسوي، شنو الحلول شنو البدائل. أنا أقول دائما أنه إحنا رغم سوء الواقع البيئي لكن ما متأخرين، الوضع بكل تركيبه وتعقيده لا يزال قابل للتدارك. الخطر أنه إذا نستمر بهذا الإهمال لفترة أطول لوقت أكثر راح نصل إلى مرحلة اللا عودة. الآن لا نزال أنا بتقديري ومتابعتي أنا بالوسط هذا وبالمجال وأعرف المعايير والمؤشرات، إحنا لا نزال في وقت يمكننا تدارك الموقف ولكن على أن نتحرك الآن. طيب شنو لازم نسوي؟ نتحرك عيني. شنو لازم نسوي هسه عمود اللحق على الموقف؟ ممتاز. احنا اولا بما يتعلق ب انت زين متابع لانه هذيك سمعك تقول اكو طرق بديله ل احنا صرنا نحكي بالموضوع سنين، يعني هسه لما صارت ترابا للمواطنين ها والله كان حكيهم صح، يعني الوضع كان مبين بانه احنا متجهين لكارثه بيئيه. رائع. يعني انت عارف هسه مثلا من تحكي عن قضية ري المزروعات بطرق حديثة وأكو عشرات الوسائل والتقنيات المستخدمة اللي إحنا لا نزال نسقي بالطرق السومرية قبل 5000 سنة، العالم اليوم ب 22 أدخل التكنولوجيا بالزراعة، الفلاح لا يزال بعيد عن هذا الاستخدام. هذا الوقت اللي صار لازم نفكر به بجدية بهذه التقنيات. أضف إلى ذلك سوء الاستهلاك أو الإسراف باستهلاك الموارد. شوف بالفيديو اللي عرضت ست أزل أيضا حاضرة ويانا علقت حضرتها على رد فعل السيدة، فأنا ما عاد إلي الكثير أن أتكلم عنه بخصوص رد فعل السيدة، لكن أيضا المحاورة والشخص اللي كان خلف الكاميرا يتحدث أنطانا مؤشر وانطباع عن واقع آخر هو واقع الشارع أو رأي الشارع. يقولها أنت معقولة على مدنة ابتدت تبكين؟ هذه بجملة بسيطة بس هي تفهمنا أنه مو من الطبيعي على مدنة أنت تحزن أو على الشجرة تقطع. تتكلمين عن لازم لابد من فتح تحقيق وشون تم قطع هاي المساحة هاي الأشجار. زين أنا أقول لك وأكيد حضراتكم تمرون ببغداد أو الدورة كانت مساحات خضراء هائلة كلها تنقطعها وقتلتها بشكل متعمد سواء عبر قطع الموارد اللي يحتاجها المزارعين فعلاً. حتى يأهلون هاي المناطق. وعلي بما أنه أنت ذكرت هذا الموضوع هاي انضم صوتنا صوتك بأنه يا ريت يفتحون تحقيق أيضا بهذا الموضوع الأشجار والنخيل اللي تقطعت في الدورة وسريع الدورة وغيرها. شكرا جزيلا لك سيد علي الكرخي رئيس جمعية حماة دجلة، شكرا جزيلا لك لما تفعله تجاه البيئة، شكرا لانضمامك لنا ايضا. يعني احنا لضيق الوقت ولا احنا الكلام عندنا اسئلة كثيرة حول الموضوع واكيد راح تكون ويانا ضيف في الحلقات القادمة حتى نحكي شنو الحل، يعني لازم نوصل الى حل لانقاذ ما يمكن انقاذه. رغم انه انا يعني لست مو متشائمة لكن لست متفائلة بشكل كبير لان اعرف جماعتنا احنا مهملين لهذا الموضوع. نروح للموضوع الأخير اللي طلع بالعنوان الأخير إنه تخيلوا إنه إحنا نسجد ونصلي ونحمد ربنا على والله شنو إنه أكو شارع تم إكساء اللي هو إحدى حقوق المواطن والمواطنين والبلد والوطن وهكذا. راح نشوف إنه إحنا أحد من سكان منطقة الفضيلية ورا 30 سنة يلا ذك شو عجب أنا حتى يعني صدق يعني فعلًا عجيب الموضوع. تم إكساء الشارع فالرجل صلى شكرًا لله
لانه بعد 30 سنه تم اكساء هذا الشارع. عمر 30 سنه اكو اي فعلا ترى عمر يعني أيه. ينتظر هو كان مراهق لما كان يتمنى الشارع يكون مبلط، هسه كبر وصار رجل كبير بالسن و- 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 وشارع تبلط فيحتاج لها سجده يعني في العراق مع الاسف. كنت انتخابات جايه وما ادري يعني موضوع ما ادري بي موضوع بي اليوم استخدمت وعي علامه هناك علامه استفهام أيه. على العموم مبروك الف مبروك شايف والله صدق مبروك ان شاء الله يوم اكساء كل شوارع بغداد وكل المحافظات ونشوف كل شوارعنا. ترى هذا ابسط حقوقنا يعني نفرح احنا على فد شيء هو حق 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 بس شو نسوي هذا واقع حال. هسه الناس تحسدكم بعد 30 سنه والله عمي بخت. على العموم بقيه المواضيع ان شاء الله نكملها باكر. هذا كل ما كان عندي اليوم في اهل المدينه. اتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في مالا. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر الى اللقاء.